السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع يقدر يساعدك في ان انت تعمل قصص كرتون comicsmaker.ai بكل سهولة، زي ما انت بتعمل تكست يروح محول لك التكست اللي صورة، ده نفس الخطوات، لكن الفكرة كلها ان هي الشخصية تفضل معاك مكملة بحيث ان يبقى في تسلسل في الاحداث بنفس الشخصيات. تقدر ان انت تعمل الشخصيات وتقدر ان انت تعمل اكتر من فريم بحيث يطلع لك في الاخر القصة. طبعا فري بيبقى ليك 100 كريدت في الشهر ويقدر يعمل لك 100 صورة، كل ده مجاني، وبيج اديتور واي اي ارت جنريتور. ب$5 هتاخد 1000 كريدت. تمام، طيب خلينا نقول له جيت ستارت. بيقول لك ادخل بالحساب بتاعك. بعد كده اتأكد الحساب بتاعك من خلال هيجيلك ايميل، فتتأكد الحساب. بعد كده يقولك بقى اعمل كرييت، تبدأ بقى تشوف القصة عايز تعملها ايه. ايرو، تمام، المقاس بتاع الصفحة بتاعتك، الفونت اللي انت هتكتب بيه، وتقول له كرييت. بعد كده ممكن تقول له بقى انا عايز اعمل بانل كرييتور، المشهد اللي هنا. طبعا معرفش كلمة بار دي، خليها مثلا ان هوتيل مثلا، ويرينج اسويت. ممكن تقول له ارابيك من ويرينج اسويت. ممكن تقول له شو ابرومت، تمام، تدي له البرومت. هنا الكاميرا، نوع الكاميرا، تبدأ تحط بقى ايه زي ما انت شايف، تقدر تختار هنا لونج شوت مثلا ولا فول شوت، تمام. وهنا بيقول لك بقى هنا الجندر مثلا ميل، الريس، هل في عربي. لا اعتقد عربي. طيب نقول له كرييت، بليز انتر سيليبريتي نيم، ممكن مثلا عمر. فهو البرومت هو بيتكتب اهوت، ونقول له كرييت. هنا بقى الفنان اللي انت عايز تستخدمه، تقدر تختار الشخص اللي انت عايزه زي كأنك انت جبت رسام مشهور يرسم. طبعا كلمة النيجاتيف دي الكلمات اللي انت مش عايزها تظهر معاك. تقدر تعمل كذا مشهد بحيث في الآخر تكون القصة بتاعتك. فتبدأ تظهر معانا بالشكل دوت. تقدر تعمل أكتر من مشهد بحيث تقدر تكون القصة بالأحداث بتاعتها، وتبقى عندك قصة تقدر إن أنت تنشرها بعد كده إن شاء الله.